انا بدي اعمل معك تحدي، وبدي اياك انه بدي افرجك قديش انا مباهره. بدي تحزر تهر رقم، بدي اياك تحط رقم براسك. انا احط رقم براسي وانا بدي احزره. ايه بس ما تقوله بصوت عالي. يلا واحد، من واحد لخمسة. من واحد لخمسة يلا بلش. حط عينك بعيني. اوكي قول الرقم. أربعة. كذاب، لا تجامل قدام الكاميرا. كيف؟ ما تجامل قدام الكاميرا. والله اخترت ثلاث. يلا دوري. كنسلنا الفكرة يا جماعة. يلا برمو. يلا لانا، من واحد لخمسة. كيف بس؟ من واحد لخمسة، احكي بعقلك، احكي بعقلك. اثنين. قولي والله. لانه شايف هنا اثنين. جد؟ يعني طلعت ساحب؟ طلعت ساحب؟ يعني انا ماشي كترك؟ ماشي. يلا لينو يلا. لين. حطي رقم. انا. يلا. حطي من واحد لخمسة براسك. حطيتي. ثلاثة. واحد. انا الساحب. لا كنت بمزح معك. شو؟ اختاري من واحد لخمسة. يلا شوي. من واحد لخمسة اخترتي، احكي بعقلك. خمسة. قولي والله. شفت هذيك كانت مقلب، هاي حقيقة. حلو اللعبة. لعبة فاشلة هو اخترعها وعم يلعب فيها علينا. شو احلى الايلاينر؟ اسلام اختار من واحد لخمسة، احكي بعقلك. اثنين. والله ما جبت. طب انا في دلوقتي في رقم في بالي. يا سحار، من واحد لخمسة قولي. خمسة. قول والله. صح بربك. معانا رحماية. معانا. ايش نعمل لك ماجيك تريك؟ ايش نعمله؟ ماجيك تريك. يلا. اوه صح والله، شكلك تونسي. كيف شو بتقولوا انتم؟ كيفاش؟ عسلامه. كيفاش؟ عسلامه. شنحويلك لبس؟ عشلين احمل. عسلامه. شنحويلك بلبس؟ لبس. يعني كيف؟ شو اخبارك؟ تمام؟ مش نعمل لك سحر، انت مش لنا سحر؟ ايه؟ يلا قولي عسلامه شنحويلك لبس، مش نعمل لك سحر. حبه. اجين عسلامه شنحويلك لبس، مش نعمل لك سحر. عسلامه شنحويلك لبس، مش نعمل لك تريك. سحر. اوكي. اوكي شوفي، اول شيء بدنا نتعزينك يا لين. انا لانا. لانا كات. خلصت، خلصنا الفقره. السلام عليكم. لا عن جد بدك تعلميني كلمات وانا بدي اعلمك كلمات، او انا بدي احزر وانت تحزري. اعطيني كلمه تونسيه بدي احزر. شليكه. ها شليكه. كيفك؟ شليكه. كيفك؟ ليش ليك شيء غرض يا ليك؟ ليك شو يا جماعة الخير؟ بحس حتى شحاطة. شحاطة. لا لين رحمة. لا أنا وضحى مصالحة، يعني مصالحة. كهربا. كهربا. طلع مصالحة زي طلع مصالحة. تصليح. والله مصالحة. تصليح. تصليح. ماكينة آيس كريم. مصالحة. بتسوقي مصالحة. شو مقشة مصالحة. مشاطة. شو مشاطة؟ لا مش حبي الأرض. ممسحة. أوكي ممسحة. مصالحة. مصلحة. زربية. يا عم انا فكرت عم تسوق. زربية كلمة. بحس شخصيتك انت زلمة انه كاريزما. ولانا زي رحمة. لازم ما يكونوش الاثنين نفس الشخصية. قولهم شو كيف. يعني انا لو اخوي اللي بشوفه بقول مستحيل يكون اخوي مؤدب. هادي انا هيك مؤدب. انا سوتي صوتك عم نصور. اوكي خلص سمعت السالفة. اوكي وانت زربية. شو كانت اخر كلمة؟ زربية يعني ستور. شنو ستور هذا؟ يعني لا انه محل تخزين سجادة. كمان عندنا هون. مين قال لك؟ انا بعرف شو. اوكي اعطي الجمله. زربية. طب سجادة يعني تقولوا انت زربية. انا لا انا بعرف. كرهبة. كرهبة. شو يعني كرهبة؟ سيارة. كهرباء. كهرباء. شنو عطيها اخر؟ كهرباء. انا برشا. برشا. كهرباء. برشا يعني كثير. صحيتي ليه معروفين هذوكم عاد؟ نحب نعطيها اشياء. فكرون. 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 شو يعني فكرون يا جماعه؟ سلحفات. سلحفات. ايوه هي كلمه المحزرته.
اوكي في حدا عم يغششني عادي اصور في حدا عم يغششني انت قلتيها على الزربيه مايا انا بدي اقول لك كلمات سورية وانت حزين هلا بدي احكي لك كلمات سورية بتعرف شو يعني كبجايه قربي لي شوي يعني قولي لي اغراض غرض شغله كبجايه يس طنجره قربتي كيف عرفتي انه بالمطبخ كبجايه بحس هيك كبجايه بالمطبخ معدات المطبخ طنجة ملعقة اوه صح يس هاي بتكون هيك عرفتي بتعبي شوربة كبجاية بالسوري هذي نحن عنا هيك عقيد كيفك لا بحر تحضري باب الحارة شو عسلامة بيحكوا كلمات غريبة انا قاعدة عم اتعلم اسمع في جملة إذا عرفتيها لنا إلك جائزة شوي الجائزة إلك هسه 100 درهم بس شو بدي أسأل 1000 درهم ألف درهم يلا أوكي بس ما حد غشش أوكي احكي لها شو كهرباء في الدورة عفست أنا فكرون سيارة مشيت لا سيارة عملت حادث لا رجعت لا عيد الكلمة أنا مو سمعانة سيارة سيارة مبنشرة على فكرة خذ هي الكلمة اللي فكر الأخرانية سيارة أوكي أنت ما بتعرف تحكي إذا بدك رح نقول لك كلام إنك ترجمة في الدورة عفست أنا فكرون السيارة خبطت انه خبطت ما في انخباط ولا حاجه طب شو الكلمه سياره في الدوره باشي. دوره بالدوار يوتيرن تقريبا اما في المنعطف يوتيرن سياره في اليوتيرن كمل لا مش على فكره دعست عفست لفت دعست بس خلص فكرون شين فكرون سنة فكرون انت قلت لي فكرون لا بس في الدخله سري فكرون شوز لا ماشي مثل السلحفة خبطت السلحفة انس عرفته انس الشايب السيارة لفت وخبطت السلحفة بس انت عرفتيها لانه غششوك وحياة الله واحد هات الالف يا نص هات الالف يا نص على عيني شو على عيني اعطيني جملة ثانية وبترجمها يلا يا انس حط عينك بعيني حط عينك بعيني يلا اعطيني جملة اعطيني اعطيها جملة بدي اعرفها وعلى الف درهم التحدي انا بعطيك الف بس ما حدا غشش على عيني والله ما حدا غشش حط عينك بعيني كرمت من البارح نفس البلاصه بعطيك والله عم بشوف جملة عاودها لي شوي ما تطول انا اشوف ركز معك اوكي عندنا ضياء عامل لي جمله اوكي عندي جمله حابه تقول اوكي لحم الحمام حلال ولحم الحمام لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام هات 1000 درهم اعطينا كل كلمه اقول كلمه كل كلمه دي ما تستبسطهاش ما تستبسطهاش بسيطه ما تستبسطهاش لا لانا مو ثاني انا لانا صعبه ما تستوعب احلام العصر عندنا هون رحمايا وعندنا ضحايا ضحى هلا والله ضحى وعندنا هون لانا وعندنا لانايا وعندنا هون صفصوفي صفصوفي هون عندنا لين ضحى قولي اسمي احكي اسم لين لانا ولين دلعيها لينا ولانا لانا لا 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 في ألف هو اللي الاسم قبل من دلعوه قول لنا ولينا لنا ولينا أوكي أنس بالتونسي أنس هي لا أعطيني أنا يلا أنس بالتونسي احنا في تونس مش الكلمة اللي مددوا فيها آخر كلمة آخر كلمة مثلا نقول لك تي هيا يا أنس والله حلو أنس لازم مثل ما آخر كلمة هيك ما أتفرك يا أنس هيا في ساعات يا انس احكيها بالتونس يا انس شو قلتي عيديها عيديها عشان هي عاد نحكي معك لا عيديها بدها تحكيها لين جملتي هيا عاد يا انس شو يعني يلا اخر مره ايش عاد انس يا انس احكي معنا تونس واحنا لازم نعرف شو بتحكي صح يلا تونسي هاي زود حدينا شبيك حاشا بنز كيف حالك يا انس شو اخبارك لا لا هاي زود حدينا شبيك حاشا يا انس نورت يا انس شبك هاي زود في شغله شبك شو حي نزود في شغله يا زود يعني هيا اقعد معانا المسحرات
ترى شنو هي انس حشام يا حليليفه انس يا حليليفه ثبت الاهل يا حليله دم اسلام حلوف عنا يعني حتى دم اسلام حل يا حاجه طب مثلا لو شفت بنت حلوه اسمعي لانا لانا اسمعي لو شفت بنت حلوه شو احكي لها بالتونسي يلعن ابو زيني يلعن ابو زيني يلعن هاي مش يلعبوا مش ينعبوا زيني ينعبوا لا ينعبوا لا يعنبوا يا عنبو زينك هي يلعن بس احنا اختصرناها يا عنبو زينك يا عنبو زين يعطيك دوده يعطيك دوده يعطيك دوده يعطيك دوده ايش يعني يا عنبو زينك يعطيك دوده محليك يا قطوسة قطوسة يعني بس قطوسة ليه قطوسة الفريز ملاليز ايش الفريز يا ملاليز سحر انت مش تعملنا سحر يا قولي عصير مش نحوي لك لبس مش نعمل لك سحر ليك انت استت حبي حبي اجي انا جاي عصير مش نحوي لك لبس مش نعمل لك سحر عصير مش نحوي لك لبس سحر 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 اوكي اوكي شوفي اول شيء بدنا يلعن بوزينك يا دي يلعن بوزينك ليه عملت ايرور يلعن بوزينك مصطفى بوزينك مو هيك مو هيك يلعن بوزيني ليك ليك صاير فقرة السحر ولا فقرة السحر ليك شيء غلط يلا تدخل بس ما اعرفك يا جماعة الخير بحس شخصية لين زي شخصية ضحى لا لين ورحمة لانا وضحى لا ولك لانا عندها طاقة لان عندها طاقه ولا ضحى ضلها هاديه رحمل بضل تتحرك اه شوف 700 حركه بثانيه شوف 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 اه ضحى بحس ضحى بحس شخصيتك انت زي لين ولانا زي رحمه اه والله يعني انا لو اخوي اللي بشوفه بقول مستحيل يكون اخوي مؤدب هادي انا هيك بضل مؤدب هادي عشان مش مؤدب اوكي يلا وانت ما بعرف بحاول ادور انت زي معلم طلع معي الجمله دي نعطيك جملة بالتونسي هم أخويت ترجمة هم أخويت هذا الهادي وهذا الهادي هذا هادي نعطيك جملة بالتونسي حاول ترجمة أوكي أوكي صور كم فريش أحكي لي أوكي أنا هذا اسمعني اسمعني أوكي كمان عندنا هون الشاب تونسي أوكي نعطيك جملة طلع كرم هاي الضحى إذا سب علي احكي لي أخويا ما سبش لا أنا بقى كرهبة سب كرهبة في الدورة عفست على فكرون كرهبة بالدورة عفست على فكرة على فكرة ترجمة سيارة كهرباء بالدورة عفسة كهرباء 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 أو أو شو كهرباء 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 شو يعني كهرباء لينا تحداكي تحكي هاي الجملة احكيها أوكي كهربا في الدورة عفست على فكرون صح احكيها 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 الجملة بدي احكيها كهربا في الدورة عفست على فكرون كهربا في الدورة عفست على فكرون عفست على فكرون فكرون عطست يعني هات شو عفست شو عفست يعني اوكي ترجمها انت حاول انت ترجم شو اللي حاول انت تحاول انت حاول انت اللي تحاول انا بعطيك الترجمة بتاعتك كهرباء اوكي اسمع اسمع يعني اسمع أوكي. اذا بتعرف شو الجمله رح يحكيها لك جائزه والله اوكي ان شاء الله ما تعرفها كهرباء هي سياره اوكي طيب كيف اسمع عجل سياره في الدوره عفست على فكرون سياره بال يلا يلا شد مالك شاطره بالتاريخ انت وبالجغرافيا وبالرياضيات والاولى على المدرسه ومن الاوائل ومش من الاوائل وكلنا بس انت عبقريه يلا عيدها عبدور في الصعفسه انت اعطيني حاسه انت كهرباء في الدورة عفست على فكرة يلا لي عامل نفسك هندي والله ما بعرف سيارة
بالمنعطف في الدوره بالمنعطف في الدوره يعني في المنعطف في السياره بالمنعطف وافق عبد السلام عبد السلام باي 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 يوسي باي سياره في المنعطف عفس تعال فكروا النصف الثاني لازم تكمل دابا اسمع انت فكر بالموضوع انت فكر بالموضوع اوكي سيارة بالمنعطف بالمنعطف كهرباء تمشي كده فكرون كهرباء تمشي كده فكرون عسلامة يلا بس استني طلعوا جملة أنا قاعدة عم أتعلم في اسمع في جملة إذا عرفتيها لنا إلك جائزة والله إلك هسه 100 درهم بس 1000 درهم ألف بس أوكي بس ممنوع حد يغششك احكيها كهرباء في الدورة عفست على فكرون سيارة مشيت لا سيارة عملت حادث لا رجعت لا عيد الكلمة أنا مو سمعانة سيارة البايج طيب اسمع خدها أعطيني أي كلمة بالتونسي أنا راح أحكيها زيها بدون ما أعرف شو هي بس أنا راح أحكيها اسفنارية اسفنارية لا شكل إيه اسفنارية يلا أعطي كلمة لليم أوكي لحم خمر شنو بتنسي بالعربيه لحم خمر لحم خمر يلا يلا بلش لازم